معنا الأستاذ الدكتور مجدي الهلباوي من جمهورية مصر العربية، مشارك معنا ضمن فعاليات أعمال الملتقى الدولي الأول لطب الأسنان التجميلي. أهلا بكم. أهلا وسهلا، سعيد أن أنا أكون موجود هنا في اسطنبول مع حضراتكم بدعوة من دكتور نصرة الراوي وشركة هوب سمايل للتنمية البشرية واتحاد الجامعات الدولي. سعيد أن أنا أحضر مثل هذا المؤتمر العلمي المتميز اللي بيضم نخبة كبيرة من الأطباء والأساتذة والعلماء في مجال بحث وتجميل طب الأسنان. نعم دكتورنا، إذن باعتبار أنكم خبير في التنمية البشرية، ماذا قد يضيف هذا الملتقى العلمي لحقل البحث العلمي للتنمية البشرية وما إلى ذلك؟ طبعا مجال التنمية البشرية يعني هو مجال مهتم في المقام الأول بعمليات التطوير، تطوير الكوادر البشرية في كل المجالات. ما فيش أي نوع من مجالات العلوم ممكن أنها يحصل فيها نوع من التطوير إلا إذا إحنا يعني كان في خطط موضوعة وممنهجة لتطوير الكادر البشري نفسه. الكادر البشري، وإحنا لما بنتكلم على تنمية الموارد البشرية فإحنا بنتكلم على تنمية الموارد البشرية في كل المجالات، سواء المجالات الإدارية أو الإنسانية أو العلمية، لأن ده هو المدخل للتطوير، المدخل للتقدم. إحنا في الدول العربية طبعا محتاجين جدا إن إحنا نعمل فوكس على اهتمام بعلم الموارد البشرية، لأن علم الموارد البشرية أصبح علم واسع وعلم كبير وعلم متطور، ولازم إن إحنا ناخد بأسباب هذا التطور لإنتاج المزيد من الأبحاث العلمية، الدراسات، الفكر في كافة المجالات وخاصة المجالات العلمية حتى نواكب التطورات اللي بتحدث في هذا المجالات.